الشيخ ابن عديم رحمه الله يوم كان عمره 17 سنة كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، مرضع حب النبي، يوم كان صغير مرضعين حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم كان عمره 17 سنة كان ينشد في حب الرسول صلى الله عليه وسلم: غوث الوجود أغثني، ضاق مصطبري، سر الوجود استلمني من يد الخطر، أنس الوجود قد استوحشت من ضرري، وفي محالك إنقاذي من الضرر، عين الوجود حياتي إنها ذهبت من جهلها بين سمع الكون والبصر، لا يدرك الحب إلا من يموت به، ما للهوى دون حسو الموت من قدري، طارحت أهل الهوى حتى بليت به، ففتهم ومشوا خلفي على أثري. وأتبع هذه بقصيدة أخرى يقول فيها: طبيبي ومطلوبي وطبي وطيبتي، ومعتمدي في الأمر ساكن طيبتي، فليت فنائي كان في أرض طيبة، إذا فاغفوه القبر فهت بلهفتي. ويقول قطب الأئمة رحمه الله في تفسيره يقول: وأعلم أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة والكرسي والعرش. القطب الأئمة، خذوها هذه في تيسيره. يقول: وأعلم، هذا قالها في التيسير وقالها في الهميان، في التيسير لم ينسبها، لكن في الهميان قال: والصحيح، في الهميان قال: والصحيح أن ليلة مولد رسول الله خير من ليلة القدر. شوف، ومن نحن بنعرف ليلة القدر لولا رسول الله؟ بنعرف ليلة القدر لولا النبي صلى الله عليه وسلم. خذ القطب يقول: وأعلم أن ليلة مولد رسول الله خير من ليلة القدر. وكان يقول: فإذا حججت، إذا رحت الحج، فالتمس مواطن رسول الله، مواطن زارها رسول الله، وآبارا شرب منها فاشرب منها. ما واجب ولا من الحج ولا من سننه، بل ولا من مستحبات. يقول لك يوم تسير هناك التمس أماكن زارها رسول الله وزرها، وآبارا شرب منها فاشرب منها. وكان يقول رحمة الله عليه، يقول: فإذا سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت الانصراف فلا توليه ظهرك، ما تعطي النبي صلى الله عليه وسلم ظهرك، ما من الأدب، وإنما انصرف كذا على الخلف كذا جانبا حتى تتوارى حبا في رسول الله. لما احتجب عليه الصلاة والسلام، احتجم عليه الصلاة والسلام، الدم هذا اللي في القعب، قال واحد من الصحابة: روح كذا وواره في مكان لا يراه فيه أحد. قال: سمع وطاع يا رسول الله. وراح كذا في مكان وشربه. ولما جاء قال: يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ذهبت به؟ قال: واريته في مكان لا يراه فيه أحد. قال: واريته في مكان لا يراه فيه أحد. قال: ويلك من الناس، وير الناس منك. وفي رواية قال: هذا جسد لا تمسه النار، هذا جسد لا تمسه النار. حب النبي عليه الصلاة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حب في القلب يعبر عنه اللسان، صلاة وسلام عنه عسى الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل وسلم دائم، ويترجمه سلوك يسير خلف رسول الله خطوة بخطوة، ما يفرق هذا واجب ولا مستحب، ما عنده واجب مستحب. عبد الله بن عمر كان طول الليل يقول: حال زوجتي صبري شوية، شوفينا بمشي كذا وشوفي مشيتي تشابه مشيت رسول الله ولا لا. الحرمة بغت نام، ويقول: صبر شوي. وماشي رايح جاي، وكيف ضبطت مشيتي مشيت رسول الله؟ تقول: بعد شوي، باقي شوي، ويسير ويجي أشابهت مشيتي مشيت رسول الله. ويجي في مكان كذا راكب الناقة ويلفها لفتين، ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يوم من الأيام هو وياه ماشيين كذا، وتلقائيا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم استدارت فبركت، فنزل عنها رسول الله توضى وصلى ركعتين. وبعد سنين مر عبد الله بن عمر في ذا المكان بالذات، فأدار ناقته، راقت ناقة رسول الله، دارت بنفسه تلقى، هو دورها لفتين كذا وأنا ثم قام وصلى ركعتين. ومر في مكان هو وأصحابه فانحنى ثم رفع رأسه ومشى. قالوا: مالك ابن عمر؟ قال: هذا المكان كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء شجرة هنا ولها أغصان ملتفة، فمررت أنا وهو وياه أنا وهو تحتها فانحنى ثم مر. زين، طيب الشجرة ما موجودة؟ قال: لكن لا بأس مثله، أريد أن أفعل فعله. فانحنى ومر ولا شجرة. إيش اسمه ذا؟ هذا الحب الصادق والقلب الخافق.
أنا أكلمك عن ذا عشان تعرف إيش معنى حب الله ورسوله. ما يجيك واحد يقول حب الله حب الله حب الله، ويجيب منك حب حب الله، لكن حب الله اسمع الناس اللي تحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلت حياتها له، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.